وطبعا كل مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني وطلبة موريتانيا يعون ما يرفعه من مطالب وما يدافع عنه من حقوق وما يسعى اليه من غايات وما هو ايضا متكئ عليه من ضوابط ومبادئ لا تتغير ولا تتبدل. نحن اليوم في مراجعتنا اي هذا الهدف الاسمى والغايه القصوى للاتحاد الوطني لطلبه موريتانيا لتعميم المنحه داخليا وخارجيا. تعميم المنحه على الطلاب في الداخل وفي الخارج. الاتحاد الوطني لطلبه موريتانيا كما عرفتموه واقفا صامدا وراء المطالب الطلابيه. واقفا وقفه اجلال والاكبار وراء القضايا الطلابيه. شاءت الاداره ام ابت. الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في قمة الاستعداد لخوض معارك جديدة، لخوض نضال جديد، في نوم جديد، في انواع من النضال الجديدة، في سبل مستوحاة من عالم التضحية والصمود. مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني، اود ان ارسل رسالة الى هذه الادارة التي تتعامل معنا معاملة المماطلة، تتعامل معنا وكأننا لا شيء ولا تعلم بدا عظم هذه النقابة المثلى نقابة الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. اليوم تسمع الإدارة، هل تسمع الإدارة أن مناضلات الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا مستعدات أن يدخلن المزيد، وما الذي قدموه في الماضي إلا يسير من نضالهن واستعدادهن للوقوف وراء القضايا الطلابية وخاصة زيادة المنحة. الى الاحسن والافضل.
نحن سيطان طلابنا في الخارج اللي عادنا في اجتماع تيام سعودية للداخل اللي كرمينا حل هزيلة. مازالوا طلاب الخارج يعانوا ياسر من المشاكل، وكل سنة الغلاف المالي المخصص للمنح ما يصرف كامل، وهذا الغلاف يتم التقرب به والتزلف، ويتم إرجاعه الميزانيات الدولة كيف تقلنا سنة 2011 ونكررها اليوم ونقول نعم الذي تصرف الغلاف المالي كاملا لطلابنا في الداخل وفي الخارج. هذا الغلاف يكفي على عنها تزداد من المنحة هون، ويكفي طبعا على عنهم تمتنح منهم أعداد كبيرة، هم مشاروا سجلوا لحسابهم وقراوا على حسابهم ويطرحوا ملفات ويعدلوها ويوفوا كامل إجراءاتهم ما ترغب بوزارة التعليم وتمنحهم. هذا يدل على شيء ما يدل على استهتار واستخفاف الحقوق الطلابية وعلى رأسها منح طلابنا في الداخل وفي الخارج. معنا شنو من اليوم يعطي رسالة واضحة عقب مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. هاي رسالة شنو هي؟ عن الطلاب متشبثين بخيارهم الوحيد هو الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. والاتحاد على أن خيار الطلاب جامعة نواكشوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية والمعهد الجامعي المعني والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات والمعاهد التعليم العالي الأخرى والطلاب في الخارج اللي نازل عنهم حقا واللي يرفع راية النضال عنهم ما هو خايف ولا هو داير الجدورة، هو الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. هذا نقولوه وفخرنا ونعتز به. نحن الطرد والاعتقال والإهانة والتشويه والمحاصرة والتضييق هذا كامل جينا عليه، هذا يعود واضح للخطة في الإدارة عن احنا إعادة الاعتقالات الزفينشي راية وعدلة ولاد الزفينشي وإعادة الطرد بأعداد كبيرة أيضا للزفينشي ما أن الله ما تزيد. ونحن أصل بعودنا وأقوى شكيمة اليوم ما تيامن نحن يمس، هذا يعود واضح للإدارة وعلى رأس العمادات الموجودة هون. لا يتربوه من إدارات كبيرة يسمعون أتيها على مستوى الجامعات ويسمع على مستوى فروعنا، ونقول للجنة لا تجتمع مزالت عن ذاك الكلام خارج السنوات الماضية ما أدرينا احنا قابلينه لا عرف ولا عن احنا. لا بد نخلق زيادة بينا في المنحة تكون حتى الطلاب هنا أتيها على مستوى الجامعات وهك أتيها على مستوى الخارج. والمشاكل للأسف الشديد ما ولا المنحة، نحن نقدر نعدل محاضرة تامة بمشاكل جامعة نواكشوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا والمعاهد الأخرى ومشاكل المنظومة التعليمية عندنا، وقيادتها كلها يعدل عنه مهرجان وحده. لأن نحن خصصنا اليوم مهرجان للمنح نظرا لإعلاننا نعرفه عن الجانب المهم والملامس لهموم الطلاب ومشاكلهم، وفات أعضاء المكتب التنفيذي صار يتكلموا عنه. ليش ما لا يتعيد اجتماعها وزالوا عندها تولمات؟ يا غير نقول لدمين العام اللي هو رئيس اللجنة ووزير الدولة للتهريب والتعليم العالي والبحث العلمي عن المناظرين اللي يوم تجمعوا من أجل هدف واحد هو زيادة المنحة وتعميمها، والصبح دولة تم يجمعوا من أجل مشاكل أخرى والواي وقفوا بها اليوم ولا يوقفوا بها الصبح ولا هم مالين ولا هم متحسين ما لها حاجة. مستعدين مستعدين تناظروا لي تزداد المنحة وتعمل، ومستعدين تناظروا لي لطلابكم في الخارج اللي يعانوا من مشاكل كبيرة استحقاقات كبيرة ومشاكل الغربة وأعباء بعد عن وطنهم وهم اللي سجلوا رؤوسهم إلين أيضا توفر لهم منحتهم بالشكل الكافي. ماني لاين نتحدث عن مستعدنا رئيس قسم التقنيات ويحيي من هنا وسام السيف وأعضاءهم وكافة المناظرين على التعبئة الجماهيرية الكبيرة اللي احنا بها للمهرجان واللي تجسدت بحضوركم انتوما اليوم فيها جايين ياك تعبروا عن قناعتكم وعن إرادتكم الحقيقية وعن الحقوق الطلابية عنها تنتزع ولا تعطى. لأن احنا هون ما مانع لنا حد شيء، لا إدارة ولا عمادة ولا رئاسة جامعة ولا وزارة من وراء ذلك. احنا عندنا مشاكل سيستم LMD قال لنا عنه لا يفتحون وفتح رصاص وفتحة ماستر على علاتها ومشاكلها الكثيرة وأطر مشكلة وأكبرها هو على عنهم قالوا لهم نحن لا يعد سجل لكم ماستر يا غير ما عندكم حق في الإعادة ولا عندكم حق في الدورة، حد نجاح نجاح وحد ما نجاح للسنة الجاية لا يعدل امتحان آخر ولا ما نجاح ما عباس لا ينطرد. من اللي سولناهم قالوا لنا هذا الحصة للتكوين
انتم حاصل التكوين من وحدنا من الشامعات الاخرى اللي انتم استفادوا من تجربتهم. ماكم احرص منهم على تكوين طلابهم المغرب هاي والجزائر والسنغال وفرنسا اللي جاء من الشورى اصلا السيستم والدول الاوروبيه لعدل الدورات التكميليه. هذه ما هي حجه، هذه حجه واهيه. نقول عميد كليه العلوم والتقنيات وعميد كليه الاداب ورئيس جامعه العلوم والتكنولوجيا والطب اللي قال عنهم هما حرصا على التكوين وعلى انهم يخرجوا كادر نوعي، كادر نوعي ياتوا تطبق فيه القوانين والنظم. ياتوا التجربه اللي قبضتوا انتم من المغرب وقبضتوها من الجزائر فيها عن حد يعدل الدورات التكميليه، لماذا انتم تحرموا منها؟ معناها هذه الحجه للاسف الشديد، معناها هذه الحجه للاسف الشديد الحجه واهيه وساقطه ولا عندها اصل. وطلاب الماستر يابتهم كما كطلاب السلك الاول اللي عم يسمح لهم بانهم يعدلوا الدورات التكميليه. هذا هو الحاصل في الدول الاخرى، الدول الاخرى استفادوا من الانظمه المعلوماتيه واستفادوا من التجارب، يابتنا ايضا استفادوا منها عنهم ويعدلوا الدورات التكميليه طلابهم الماستر، ويابتنا استفادوا منها عنهم ويعرفوا عنهم وعم عليهم المنحه. هاي نحن ما في هذا ماذا نعودوا نكفروا بعض الكتاب ونؤمنوا ببعض؟ هذا ما هو معقول ولا هو مقبول. ونقولها صريحه، الرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب على عن ذاك المعدل طلاب الماستر وذاك المعدل في كلية الآداب وفطنوا ما الله ما بين الشكر بعد ذاك المعدل اللي هو في كلية الاقتصاد. رانا لكم من اللي نعرف المشاكل والتحديات والعراقيل اللي تواجههم حتى الآن، بعضهم ما فاتش بالإفادة تسجيل العام الجامعي 2012-2013، وبعضهم ما تسجل إلا في نهاية السنة، وبعضهم ما زال لا يستشير حاله ولا حاضر في كلية العلوم والتقنيات وفي كلية الآداب. وحد راح يطبق النظام اللمده يعرف عنه قدام تحدي كبير، يعرف عنه كان عنده نظام ماضي ما في ياس من المشاكل ولا في ياس من العراقيل. يغير منين يقبل ليسانس ماستر دكتوراه؟ ياتي يعدل ليسانس ماستر دكتوراه، هذا واضح ولا ما واضح؟ هذا ياتي يسموه عميد كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه وعميد كليه العلوم التقنيات ويسموه عميد كليه الاداب ويسموه الرؤساء الاثنين. نحن ما وعلى تخذ يمينه، نحن نعرف المشاكل والتحديات غير ما نطرحوها بشكل موضوعي ونجوكم ونعرضوها عليكم ونقول لكم هذه مشاكل يابت تنحل ويابت ان نحن كبار فيها تجربه من المغرب وشنو التجربه من فرنسا ومن السنغال ومن الدول المشاوره، يابت ان تستفادوا منها وتطبقوها. هذا هو الممارس الاخر، جور وظلم وحايف على طلابه الماستر كما الممارس على طلابه الليسانس الاخرين. والوطني هو الجايب المشاكل المتعلقه بنظام الامتياز انا الحاجه تنحل. نحن خرجنا من دفعتين وفتحنا قلنا عندنا ماستر في عده تخصصات في الكليات الثلاثه، وما الله قال لنا شيء اللي نعدل علينا بتكون مدرسه للدكتوراه، ومع هذا عندنا شيء من المشاكل اللي ما زالت عالقه بينا من الليسانس. ويك لا يرفدوا شهر ماستر، ويك من الماستر لا يرفدوا شهر الدكتوراه، ويك الاخرين لا يرفدوا شهر الشارع. هذه مشاكل حقيقيه يا متى تنحل، مشاكل بنيويه يا متى رئاسه الجامعه يسوى جامعة المكشوف ويسوى جامعة العلوم والتكنولوجيا ويسوى وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي تعرف عن هذه المشاكل وعن احنا قلنا عنها يا متى تنحل، معناها عنها يا متى تنحل. وشوف لو شخر دائما نتكلم عنك عن دائما نتكلموا عنها ونقول عنها ما نساهن عنها هون رغم عن المهرجان، مهرجان المنح هي انتخابات الطلاب. عنا احنا لن نقبل بان يظل مقعد الطلاب يشاغرا في مجلس إدارة الجامعة ولا مجلس الكليات ولا المجلس التربوي العلمي للجامعة ولا لجنة التسيير ولا المركز الوطني للخدمات الجامعية. جامعة المغشوط، جامعة المغشوط ما مجالسها تامن يكتبوا بصورة أيها المناضلون والمناضلات وطلاب الجامعة، المقاعد حالا المجالس حالا تامة كاملة ما فيها مقعد شاغر ما هو مقعد الطلاب. والانتخابات خسرتها الإدارة الماضية، يا الإدارة ماشية يا رتات الإدارة جاب تعرف عن الانتخابات عن استحقاق طلابي وعندما قطعت التعليم العالي بعدها ما حصلت وعن سالت فيها الكثير من الدماء وناضلوا فيها المناضلين هنا فيها والمناضلات واعتقلوا فيها وقاسوا فيها المفوضيات وسمعوا كلمتهم إلين فرضوا حقهم الطبيعي فعلى عن قاعدة الانتخابات. معناها عنكم انتم يا اسكو تنابريين تفرضوا حقكم الطبيعي بعد قاعدة الانتخابات. وياتي النقابات الطلابية تعرف عن الفائز في الانتخابات هو الطلاب، يسوى كان الاتحاد الوطني يسوى نقابات اخرى.
المهم على المقعد الطلابي على عنه مات لا مقبول على عنه يبقى شاغرا لليوم. هذا اسمه رئيس جامعة المكشوط واسمه رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا. جامعة المكشوط ما هي وضعية كيف توضع جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب؟ قالوا لنا الوضعية القانونية. إذا عاد جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب رأي وعين لها نائب رئيس ورأي وعين لها رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس الإدارة والعمداء مجد ومثل الأساتذة مجد ومثل العمال مجد. يا متى تعدل بين الانتخابات الأولى أحراق جامعة المكشوط اللي لا كل سنين دخلت والاستعمال ما في مقعد شاغر ما هو مقعد الطلاب. ما لها عنا احنا ونقول هون الرؤساء ونقول النقابات ونقول للطلاب الآن رسالتنا واضحة رسالتنا واضحة لا بد من إجراء الانتخابات الطلابية هذا العام ودون تأخير. هذا حقنا الطبيعي هذا نضالاتنا هذا زمن انتصار نحن وتضحيات نقدمها هنا تجاه إعادة صوت الطلاب الموجود في المجالس وسمعناها في اللجنة الوطنية للمنع وحضورنا فيها وكنا في مجلس إدارة الجامعة والمجالس الطلابية كاملة كان صوت الطلابي وطبعا صوت الطلابي اللي نقولها معناها الاتحاد الوطني طلبة بريطانيا مجلجلة وقوية. اسمه الاخر وزار الجامعات الان نحن ما انا قابلين الان حد طريق غيبنا بهاي المجالس ويعادوا لا يتم ولا يتسرعوا بيك الظروف عنها ظروف زالت. اليوم المسؤولية على عاتقهم والطلاب لا يفرضوا تمثيلهم ولا يفرضوا تواجدهم القانوني والطبيعي في مجلس إدارة الجامعة ومجالس الكليات. نضالاتنا وتضحياتنا مستمرة ومعولين عليكم انتوما مناضل المناضلين والمناضلات. تضحياتكم اللي قدمتم رخيصة في سبيل القضية الطلابية. نحن في الاتحاد الوطني مازلنا مستعدين للكثير من النضال ومازلنا مستعدين نوقف الشمس مرات ومازلنا مستعدين نقيس في المواضيات ومازلنا مستعدين نناظر منين نتسعون بينا منين كنا عنا نضالنا عنه مستمر وعنه متواصل وعنه لا يتعزز ولا عنا معاولين لا عليكم انتم ولا تضحياتكم وكناكم اليوم ماضي في الشمس الصبح مستعدين توقفوا بليد اخرى بليد اخرى وعن نضالاتنا عنها متواصلة وعن حقوق الطلابية عنها تنتزع ولا تعطى وعن الاتحاد الوطني طلبة بريطانيا سيبقى وفيا لمبادئه سيبقى وفيا لقيمه وثوابته النضالية. عاش النضال الطلاب المسؤول عاش الاتحاد الوطني طلبة